وفي سياق متصل، ناقشت الندوة الثانية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان المرأة الخليجية في الإعلام، ناقشت دور المرأة الخليجية في تطور الإعلام، كما ركزت هذه الندوة على إنجازات المرأة منذ إطلاق أول صحيفة في الخليج العربي. وحضر الندوة عدد من المسؤولين والمختصين في هذا المجال، إضافة إلى أكثر من 200 مشارك. تجارب ثرية تمت مناقشتها في اليوم الثاني من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في ندوة اختصت بالمرأة وجاءت تحت عنوان المرأة الخليجية في الإعلام. هذه الندوة شاركت فيها قامات خليجية سطرت قصص نجاح مميزة في العمل الإعلامي من التأسيس حتى الوصول إلى الفضاء العالمي. المرأة الخليجية أثبتت مكانتها في الإعلام بشكل عام، واليوم إنجازات المرأة الخليجية واضحة من خلال دورها الحيوي، سواء كان في البرامج الإذاعية والتلفزيونية وحتى خلف الكواليس من خلال الإنتاجات، وحتى دورها المجتمعي يمتد إلى أكثر من ذلك بكثير في قطاعات مختلفة، في التوعية وأيضا في تثقيف المجتمع من خلال أيضا منابر مختلفة. أعطاء المرأة الخليجية كان واضحا في شتى المجالات الإعلامية، فمن الإعلام المطبوع والمسموع مرورا بالإعلام المرئي والإلكتروني، وضعت المرأة الخليجية بصمتها وبكل اقتدار لتكون متواجدة في المشهد الإعلامي الخليجي بشكل يتوافق مع طموحاتها. هناك دعوة إلى أن يعني المسؤولين في المعنيين في الجهات الحكومية أنها يمكنونها عن طريق الإعلام التفاعلي. نحن نبغى ندعم الإعلامية الرسمية في القنوات المحلية أنها تكون على التواصل الاجتماعي. أهم توصية أو أسميها توصية فعلا يعني ظهر في هذا المهرجان اللي ذكرها الدكتور عبد الرحمن بحر وكيل وزارة الإعلام، أنه لازم يكون في هناك إدارة أو سياسة لإدارة النجوم في عالمنا أو في إعلامنا الخليجي. بهالطريقة إحنا نقدر نستثمر في الطاقات الشابة، وبالإضافة نبني على ما هو موجود من إعلاميات. طبعاً هذا يندرج على النساء والرجال وليس فقط على مستوى النساء أو المرأة الإعلامية. هذه قد تكون أحد أهم التوصيات. التوصية الثانية الأهم أن يجب على المرأة أن تحافظ على شكلها وتبتعد عن التأطير المجتمعي لشكلها في إعلامنا الخليجي. الدعم الحكومي والشعبي للمرأة الإعلامية الخليجية منحها مكانة مرموقة لتكون لها مساحة خاصة مميزة تطلق العنان فيها لإبداعاتها المتدفقة. العطاء رائع، والدليل الكبير على وجودنا اليوم من خلال هذا المكان اللي اجتمع فيه كوكبة رائعة من الأسماء الخليجية الغير مستهان فيها، اللي يعطون الكثير، لهذا استحقوا الوقوف على هذه المنصة لبيان كثير من الأمور واستوضاح بعض الأمور اللي قد تخفى على البعض، اللي يقول إن المرأة الخليجية غير واضحة على الخريطة، فهي موجودة بشكل واضح ويترك بصمة مميزة وعلامات رائعة، بحيث إن احنا نواصل هذا العطاء من نجاحاتنا اللي استمديناها في السابق. ومن لا يزال يراهن على أنها ستتوقف بعد فترة، أقول له نعم ستتوقف، ولكن لتتغير تتجدد وتعطي من جديد بشكل جديد. نماذج خليجية مميزة في الإعلام التقليدي والحديث تمكنت من المحافظة على مكانتها لتقدم رسالة إعلامية بثوب خليجي مميز عبر نجاحات لا متناهية. كوكبة من الإعلاميات لهم باع طويل وبصمة ذهبية عصرنا حقب الإعلام المختلفة ليقدموا لنا اليوم تجارب ثرية ومميزة تؤكد على عطاء المرأة الخليجية في المجال الإعلامي. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.